خلنا ناخذ معلومه وايد حلوه ووايد قويه. بحياتنا في اشخاص طبعا ونعم فيهم ولكن يحملون افكار مو حلوه، الله ان شاء الله يغير فكرهم. في اشخاص تحترمهم وتقدرهم ما يبين بعينهم، يعني تخيل تحترمينها تقدرينها هي تعاملك بطريقه مو حلوه، والشخص هذا نفسه يعامله شخص ثاني بعدم احترام بعدم تقدير يضبط معاه. فانت شو تقول الحين؟ شو تقولين الحين؟ انا احترمه وقدره مو مضبوط، وهذاك قاعد يلعن خيره مضبوط. تدرون المشكله؟ المشكله فيك انت مو فيه هو. الشخص هذا ما عنده قيمه حق الاحترام، ما عنده قيمه حق التقدير، هو ما يعرف شنو احترام شنو تقدير. فانت لما تقدره وتحترمه انت قاعد توهقه، هني قاعد توهقه، فمو مرتاح لك. هذا ايش فيه كذي وايد يقدرني ويحترمني؟ فهذه مو دائره ارتياحه. وين دائره ارتياحه؟ دائره ارتياحه انه ما في احترام ولا تقدير، فدائما يحب الاشخاص اللي ما يحترمونه وما يقدرونه. عرفت شلون؟ اذا ما عاجبك وخر عنه، هو يحب ما حد. ونلاحظها ايضا مع بعض البنات ما عندهم قيمه حق الاحترام والتقدير، تلقى تتزوج واحد زين وزقرتي كل يوم خالقه مشكله معه ما تبي تنفصل منه، بعدها تتزوج واحد يلوع كبدها يقومها بطراق ينومها بطراق، المهم يلعن خيرها اعشقها اموت فيه. ها شو تعشقين منه؟ هذاك الطيب راح، هذا اموت فيه. تلقاه تنفصل عنه شهر شهرين قلبي مو مرتاح ابيه، وترجع له. شو السالفه؟ واليوم اللي ما تتهزأ فيه تقعد اليوم ما نزفيت، ما احد قال لي شاب صكي حلجك، تروح تناشبه عشان يزفه عشان هي ترتاح. هذول الناس ما عندهم قيمه حق الاحترام، ما تعرف شنو احترام، بس راح يوم من الايام راح تعرف هالقيمه. تلقى بيوم من الايام راح تقول عاد لا احترم نفسك، بس هذاك تعود كل يوم يملطش فيها فما راح يضبط معاه. فالناس هذول ما عندهم قيمه حق الاحترام حق التقدير، هم يبون كذي. وتي واحده من رفيجاتها عيوش سمعيني لا تسمحي لي يقلط. عيوش كذي ايه صح كلامك صح كلامك. عيوش تسمعيني طلع مني. عيوش زين سوي كذي، واذا قالت شي سوي كذي خلاص انا قويه طيط. انا قويه راح اسوي. راحت البيت كلت زف ولمتها وناموا. زي رفيجتك اللي طاح لسانها موعدتها بستاربكس عزمتك شارت لك قهوه تعبت لسانها نشف حتى ماي ما شريتي لها، وين معلوماتها كلها؟ تدرون وين؟ راحت معلوماتها. فالله يخليك اذا عندك واحده من رفيجاتك تقول لك نصحيني، ترى هي تعرف بس تبي تسولف، فلا تتعبين، قولي لها انت حابه كذي. ترى الواحد يعرف شلون يحط حق نفسه قيمه حق الاحترام والتقدير، ولكن هم ما يبون فيقزرونها عليكم بس يبي يسولفون. اي سولفي لي وهي ساكته تشوف تلعب تليفونها تشوف سنابها وانت قري 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 قري، واخر شيء طيب. كلامك فالصو. اخواني اخواتي تكفون، واحد ما يبي احد يحترمه، ما يبي. انت ليش تبي تفيده وتبي تعلمه خلي يحترمونك؟ هو ما يبي، هو مو حياته خاصه. انا اقول لك اليوم انت مو كليت هوت دوغ باكر عيش ولحم صح؟ هو كيفه عنده اختيارات، ما يبي اليوم احد يحترمه. كيفه تبي تماشي ماشي، ما تبي تماشي وخر عنه، لا تنتقد، لا تصير المصلح اللي تبي تصلح العالم وتبي تعدل البنت الفلانيه وتبي تعدل الصبيه الفلاني. كل واحد مخه براسه ويعرف خلاصه، كلهم يعرفون والله العظيم كلهم يعرفون شلون يتصرفون شلون يواجهون كلهم يعرفون، ولكن ما يبي يسوون، يبي يعيش مو محترم. انت ليش متضايق؟ انت ليش متضايق؟ هو قاعد يحترمك صح؟ انت مالك شغل فيه خلاص، والله بس ما يعورني قلبي لما يعاملونك كذي. انت قلبك يعورك، هو قلبه ما يعوره. لا تدشون خصوصيه الناس، الله يخليكم. اليوم واحد ما يبي احد يحترمه، كيفه؟ الخيار له، مو انت الخيار لك تبي احد الناس يحترمونك وهو ما يبي. مغصب خلاص الله يخليك خلاص. خصوصا بالزمن هذا اي شخص محتاج شيء يقدر يحصله كذي، اي معلومه اي شيء يبيه يوصل له ليه مكانه، فما يحتاج انه ياخذ رايك. تدرون شلون؟ لحظه الحين انا ما عندي احد يحترمني صح؟ صحيت من الغيبوبه، كيف اجعل الشخص يحترمني؟ كا طلع لي اكتب يلا كا تقول لك، يقول لك احترام الاخرين، الوفاء بوعودك، اجعل صدى افعالك على من اقوالك، قدم كل شيء موجود، كل شيء موجود كل شيء موجود. فاي احد تحسه لوك وايد وتدري ان كلام ما يسمع الكلام قول له دش جوجل. بس ابيهم الناس يعني ما يصير قول له دش جوجل دش جوجل قول له دش جوجل كا جوجل كاو كل معلومات فيه ويقدر يكبشرها بعد. كبشرته خلاص مالك حذر، خل وقتك حق نفسك، خل وقتك حق مسؤولياتك، مو تقعد تصلح الناس، اصلح نفسك اصلح نفسك. الناس ترى تعرف الله يخليك تعرف الله يخليك. خلاص اقول لكم شيء دائما اسويه،
وايد يسألوني مثلا لما اروح زوارات او اقعد مع ربعي او ناس كذي يعني ربعي وضاري شو شو يمسكها بيده وعس ايدك القص شلون اشيل كرشه شي يمسكها سندويشه هالكبر شلون اشيلها ايش اقول له هو يدري شلون يشيلها يدري صك حلجي اقول له ما تنشال هذه بجيناتك شلون جيناتي بس يقولون اي انت جرب اللي قالوا لك اياه بس هذا اللي عرفه انا هذا بجيناتك ما ينشال خلاص راح تظل طول حياتك كرشه لا بس مره ضعفت اي الجين مالك مره يضعف مره يمتد سكر الموضوع معاه سكر فاي احد يقول لك شيء معلومه تحسه يستعبط يدري قول له هذا بجيناتك بجيناتك فبيوم الايام اذا احد قال لي انا مريض قلت له بجيناتك يعني معناته ادري ما راح يسوي شيء ولا يطبق بجيناتك بالنسبه حق تربيه الاطفال الحين عيالكم مدارس الله يحفظهم اذا شفت ولدك او بنتك ردت البيت اسلوبها متغير تقول الفاظ مو زينه تصرفات مو زينه باكر اللي بعده لا صار له اشارة على التصرفات هذه ضروري جدا غير الصف ليش لان بيئة الطلاب اللي بالصف مخهم كله يعني تلقى اهاليهم ومربينهم عدل شيله وده صف ثاني نفس الطريقة غير المدرسة بكبرها دير بالكم ترى الياهل من اول ما ينولد ليه 8 سنوات 9 سنوات خلاص تتخزن المعلومات وتصير معاه كأسلوب حياة انتبهوا شو اللي فيها؟ هو يبغير كوكب الأرض؟ يبغير صفة بس غير صفة غيره عادي.